بدايه قراءتك للمباراه قبل ما نوصلوا للاسئله. كنا تنتظروا تكون مقابله صعبه بحكم القيمه ديال الفريق. فريق يعني عندهم انسجام كبير، عندهم استقرار على المستوى التقني، نادي مهيكل تيشتغلوا بشكل جيد، ترتيبهم كذلك مريح، احصائيات ديالهم كذلك عندهم احسن دفاع، وحنا عندنا مشكل يعني في اتمام الهجمه. كنا تنتظروا بان غادي وضع زعما ماليس كري دي زوكازيون، مي غادي يكون عندنا مشكل في انهاء الهجمه، وداك الشيء ما وقع. سيناريو مثالي يعني ما وقع، يعني اي فريق تيتمنى يوقع له، لكن ضاعت ضربه الجزاء تيوقع، ضربه الجزاء الثانيه على التوالي اللي تنضيعوها. غادي نشتغلوا كثير على هذه النقطه هذه، الجانب الذهني ما تنقصوش من القيمه الفنيه ديال المنفذين، لكن علامات استفهام كبيره. اظن بانه في الشوط الثاني هما استحوذوا على الكره، التغييرات اللي قاموا بهم عطاتهم الاستحواذ، لكن التغييرات حنا اللي قمنا بها كنا اقوى في المرتدات، يعني ارتداد يعني تحول من الدفاع الى الهجوم كان اقوى، كان حلول اكثر، كانت سرعه كذلك، كان عمق في اللعب، وذلك ما حصل. يعني سجلنا في وقت مناسب جد مناسب، وحاولنا نحافظوا على هذه النتيجه. اظن بانه فخور بهذ اللاعبين رغم طول المده اللي يعني غبنا على المنافسه منذ 14 من الشهر الماضي ما لعبناش، وحنا كنا غير متفرجين بحكم يعني البرمجه وتواريخ الفيفا التي صادفت هذه الفتره. قلنا بانه اللاعبين قاموا باللي عليهم. من ناحيه المحتوى كان مستحسن، لكن كبدايه ديال الاستئناف ديال البطوله يعني منذ التوقف اللي دام 3 اسابيع، يعني محتوى زعما مقبول جدا، والنتيجه يعني سوفون لوغسك زعما لو ريزولتا اي بوزيتيف لا مانيير اكسكوز، يعني تقدر نلقاو تكون الفوز اون ليس باسي لا مانيير. ما كناش يعني في المستوى، يعني لا في خروج الكره كذلك درنا ضغط عالي، ما استرجعناش بزاف ديال لي بالون، مي سي اون ايكيب غودي زعما لوفوس تيستاهلوا تيستحقوا المكان اللي راهم فيهم، هما تيقلبوا على مشاركه افريقيه. حنا تنقلبوا باش نلعبوا اي مقابله كنهايه باش نساعدوا الانصار ديالنا ونحافظوا على المكانه ديالنا اللي تنستحقوها. اولا بعدا كاين واحد الضغط، يعني حنا درنا التشخيص، يعني داخل المجموعه تنهضروا بواحد الصراحه كبيره، حنا التشخيص درناه بان عندنا مشكل في الثبوت الاخير، ان في 30 امتار الاخيره تتنقصنا شي حاجه، تتنقص اللمسه، تتنقص لا لوسيديتي، تتنقص الرزانه، تتنقص اتخاذ القرار المناسب، مجموعه من الامور، يعني سي با دو جور لوندومان غادي نصلحوا هادشي. فكذلك يعني حتى يعني اشكاليه التهديف واتمام الهجمه اشكاليه وطنيه، يعني في البطوله الوطنيه يعني باكم يعني برمتها، ومع انه غادي تنشتغلوا كثير، تنشتغلوا، مي انا شو كونتون ديجا بور جوي لاعب اللي جاي من دوزيام ديفيزيون، عنده قيمة فنية كبيرة، لكن كذلك ما تكوينه زعما ما كاملش، غير مكتمل، يعني حنا تنشتغلوا تنديروا كاريمون دو لا بوست فورماسيون، يعني اتشابا وكذلك مدة ما لعبش كان في دكة الاحتياط، لكن انا جو بونس كو حتى الكوتشينغ اظن بانه كان عطى الثمار ديالو، اون فيرمي لي زانترفال، ما خليناهمش يلعبوا، ما خليناهمش يدخلوا في عمق اللاعب، اللاعبين عندهم كذلك كانوا تيتحركوا بشكل كبير. لكن اعترف بان عندنا مشكل في اتمام الهجمه، تنتظرنا عمل كثير كبير، لكن فخور يعني بالاداء اللي وصلنا ليه وبالتطور اللي ملحوظ اللي لاحظوا الجانب. نعتبره ذهني، لاخاطش واحد ما غاديش يشكك في، يعني هذه ماشي اول ضربه جزاء اللي تينفذوا هاد اللاعبين اللي ذكرت. متولي يعني انا عشرته عقد من الزمن في الرجاء، المهم في الصغر السن ديالي تيضرب واحد الرزانه وواحد الشجاعه، يقدر يدير بانينكا في الوقت البدل الضائع، يعني مي صاغي فوا لحقاش باش رجع لك متولي البينالتي اللي ضرب كونتر الوداد اللي بيان تيري منفذ بطريقه جيده، غير تاكنا وتيمشى في المكان المناسب. اذا نقدر نطرح علامات استفهام على سفيان المؤذن اللي تيدرب بشكل يومي على الكرات الثالثه اللي منهم كذلك ضربات الجزاء والضربات الجانبيه، وضرب بشكل غريب. هنا ما نقدرش نجاوب، مي سي كوم سا، اللي غادي يضيع ضربه الجزاء هو اللي غادي ينفذها، فهمتيني؟ من المره الجايه نضرب انا ضربه الجزاء ولا الرئيس، جزء من مسؤوليته. اخر سؤال، اولا كان اللي